اهلا وسهلا بيك يا اخت تريز. اعرفك بنفسي، ممدوح فوزي، محامي ومدير مكتب اسيوط لحقوق الانسان. اهلا وسهلا، حضرتك طلبت تقابلني؟ طبعا، لاني عرفت موقفك الشجاع اثناء محاوله اقتحام الدير، وعرفت كمان من اللي حضروا اجتماع الاسقف ان رايك كان ضروره اتخاذ موقف رادع لاعتداءات المسلمين سواء في بني خاطر او هنا في الدير. اي حد شاف اللي حصل كان هيعمل زيي واكتر كمان. ما هو مش ممكن هنفضل نتضرب ونقول معلش لازم نسامح علشان الوحدة الوطنية. على رأيك، ده الوحدة الوطنية دي لو كانت بني آدم وبينطق كانت صرخت من اللي بيحصل للمسيحيين في مصر. أدينا بنحاول وكل واحد بطريقته. أنا بس اللي بيعصبني الناس اللي هم فاكرين إنهم لما بيسكتوا عن المشاكل والمصايب اللي بتحصل إنهم كده بيحلوها، مع إنهم هم كده بيعقدوها. أنا سمعت مداخلتك في قناة النور المقدس يوميها. أنت تعرف حد هناك؟ أيوه، أنا بشتغل معاه. مع ناجي أسعد؟ حضرتك تعرفه؟ أعرفه، ده صاحبي وشقيق عمري، وعلى فكرة شغلك معاهم هيفيدنا كويس جدا وهيسهل مهمتي. خير يا أستاذ. وتوفين. طب تعال اقعد معانا واسمع، وانت اول ما تسمع كلام ربنا قلبك هينشرح وتقف معانا كتف بكتف. بصراحه يا كامل انا مش مطمن لحكايه انضمامي للجماعه دي، وبعدين احنا لسه طلبه ما نعرفش عنهم حاجه، ممكن امن الدوله يضايقونا في التعيين، وانت عارف انا ما اقدرش اشتغل في البلد غير مدرس، غير كده هقعد عاطل بالشهاده وراعي مصالح ابويا وارضه. يا راجل بسم الله الرحمن الرحيم، كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. وبعدين ده كلام سابق لأوانه، المهم دلوقتي إننا ننصر ديننا بكافة الطرق قبل ما نقف قدام وجه كريم ويسألنا عن أعمالنا. هاي كلمة بكافة الطرق دي هي اللي انت سرتها انت؟ تعال هنا ارمي السلام الاول يا ابو خاطر. واد بنتك جنني دلوك عقلي شت. عمل ايه للزيك ده كله؟ سليها ومرزوع هناك، كل ما اكول كبر وعجل يطلع صغير. ما هو جلع العيال ده ماسخ. نجتينا انت بسكاتك والنبي لما نشوف القصه من اولها. انا هقعد ساعه اقول لك تعال هنا تعال. نعم يا بوي. نعم لما ترفصك. انت هاد انت انت صغير عشان تنزل النيل وتنزل مع مين؟ مع شويه هموش المفروض يبقوا خدامينك مش اصحابك. لو خدك الطيار اموت انا بحسرتك. يا دي انت وحداني، فاهم يعني ايه وحداني؟ قدر مشاعري يا اخي. بلاش انا، بص لحاله امك لو لا قدر الله جرى لك حاجه. انت صح نزلت النيل يا رمضان؟ اصل الموضوع يا عم لا اصل ولا فصل.
انت عايز تقتلنا عليك؟ اللي بياخدوا النين ما بيرجعوش. مليون مرة يا حاج أقول له حس بيا، حس بيا، قدر محبتي ليك وخوفي عليك، وهو مفيش فايدة، عامل زي البهيم اللي مش مربوط. خلاص هو غلط ومش هيعمل كده تاني. غلطت ولا لا؟ غلطت يا أبوي. تعرف سيدك الحاج كان في نص هدومه وهو شايفك عريان في قلب المية، ده كلام أولاد أسياد ولا أولاد جنبيع؟ اسمع، حسك عينك تعملها تاني، فاهم ولا لا؟ فاهم يا أبوي. خلاص خلاص يا توفيق، هو عارف غلطته ومش هيحملها تاني، مش كده؟ أيوة أيوة أيوة، حابي عليه وتجلعيه لغاية ما يبوظ، لا ينفع رج ولا طار. حقك علي يا أبوي. أنت هات، أنا حاربك من حاجة؟ شهادة لله لا. عايز تروح أي مصيف تشم شوية هوا؟ ما عنديش مانع، هديك اللي أنت عايزه بزيادة، لكن اللي ما تقدرش عليه ما تعملوش. النيل ده زيه زي البحر، يغدر بيك في أي لحظة. تقعد على الشط ماشي، تركب مركب ماشي، لكن تنط في جوفه لا. اسمع دي كلمة ومش هتنيها، فاهم ولا لا؟ فاهم يا ابوي. يا راجل ده كفر القناة اللي انت جايبها دي، في ناس قاعدة هني عزبة. ايه انا عارف، يخرب بيت ابوك ويكفل الجالس. انت يعني عايز اللي يتفرجوا المتجوزين بس؟ ايوه يا واد، علشان يتحصروا على الغفر اللي متجوزينهم. يا ابوك هموت هموت يا ولاد هموت. مالك يا رشدي؟ مالك يا ولد ابوي؟ مش قادر يا شامر، مش قادر، بطني بطني. يخرب بيت ابوك يا رشدي، انت اكلت ايه يا واد؟ انت طول عمرك هتفضل رمرام كده؟ كلت لحمه ومن ساعتها بطني عم تغلي ومش قادر اقف على حالي. طب قوم يا واد نروحك، مرتك في البيت ولا نبعت حد ينده عليها؟ مش قادر، عينيا مزغلي لو دايخه، عينيا مزغلي لو دايخه. قوم حمل علينا لغايه ما نوصلك. انا اول مره اكل لحمه مسمومه، يكونش سعد لقى المحروق خلط اللحمه بالخنازير. يا عم استنى، مش يمكن اللحمه لحم خنزير صح؟ يا جماعه احنا طول عمرنا بناكل من عند لحمه سعد لوج، ما فيش غيره جزار في بني خاطر من ايام ابوه المقدس لوج، اشمعنى دلوقتي لحمته باظت؟ دول خافوا الحكومه تاخد الخنازير وتموتها، قاموا ذبحوها وشالوها في الثلاجات لحد ما يصرفوها. ده انا حد قال لي انها بقت تتباع دلوقتي بربع ثمنها. والله ممكن، الله يقرفك يا رشدي، الواحد معدته قلبت. آه آه كمان هي شوطة واحد في البلد ولا ايه يا رجالة؟ معدتي. سلامتك يا اخوي، الف سلامة، ان شاء الله اللي يكرهوك. بطني زي ما يكون فيها سم. طب ريح ريح ظهرك وانا هقوم اجيب لك كوباية كمون سخنة تهدي بطنك. تعالي هنا. مالك يا راجل؟ عم تخاف عليا قوي كده؟ هي ايه الحكاية؟ أنا مش فاهمة حاجة. أنا لا عين ولا في حاجة، أنا زي الحصان أهو، المهم ما تقوليش مهدودة يا رشدي. يعني عم تضحك عليا؟ طب والناس اللي في الغرزة ضحكت عليهم ليه؟ عايز تعرف غلاوتك عنديهم إياك. توفيق رسم معايا الحكاية دي عشان نشن على لحمة سعد لوكة، عملتها وخدت دول. وتوفيق مال ومال سعد لوكة؟ هيفتح ثلاجة لحمة كبيرة، هجيب فيها لحمة وفروج وكبدة مجمدة. يعني عم تضحك عليا يا رشدي؟ أيوه. طب هات عشان تبقى تاخدني على عماي وتضحك عليا، وانا مهدوده يا رشدي اقول لك، وهفضل مهدوده لحد الشهر الجاي وكمان الشهر اللي بعده. يعقوب الدلال جاب موافقة بنات الخواجة شحاتة على البيع، وقاس الأرض فعلا لعبد الحكم أبو غانم. كويس، مش فاهم أنت متوتر ليه عاد؟ خايف لأبو غانم يخنه لو عرف إن الأرض فيها آثار عاد هيطمع فيها. يا راجل بلا لعب عيال، هو معقول ده يحصل؟ بت يا معدولة، سيبي الهباب اللي أنت قاعدة قدامه ليل نهار ده وتعالي اعملي القهوة لأبوكي وأد عمك.
ربنا يوريني فيك يوم ياللي اخترعت الهباب دي. الواد عينه ليها كسر عناديها. دي غنوة أبوك لأمك لما كان شديد. مال أبوها يا مرات توفيق؟ سيدي رجالة هو مفيش في البر كله زي الخواطر كلها مفيش زيه في الجري ولا الفلوس. صحيح يا أبوي، أنت كنت بتكسر الغواش بتاعت أمي من شدة الشغل ليها؟ والله عرفت تربي يا عندية. بنت يا هاني تعالي هنا ما تجيب لناش الكلام. خليك معاي. أنا عايزك دلوقتي ما تظهرش مع يعقوب في أي مكان عشان ما حدش ياخد باله. يا مسهل، عايز أخلص من حكاية الأرض دي عشان أفوق لمحل بتاع اللحمة، دي هيحتاج تجهيزات ياما. طيب يا ابو الحاج، يا حاج عبد الدايم. سترك يا رب، فين صباح ترد على الغراب ده؟ راحت تطبخ عند مرات محمد مصطفى، عندهم عزومة. عزومة؟ أيوة جاي. يا ابو الحاج، يا حاج عبد الدايم. ايه يا غراب البين؟ مصيبة مصيبة يا ابو الحاج، مصيبة. مصيبة ايه يا ولد؟ ماجد واتصابر حنين. ماله؟ غرق. غرق؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خد دي اللي هتغرق زيه وتغور في زيتين داهية. ولدي يا ولدي، ماليش غيره يا نار، راح يجيب لك دواء معاك. تتحرك قلبك على ولادك يا سليمان يا متاكله.